السلام عليكم، معكم أسامة بدر من رواد الحماية الأمنية والتذكية. مشاركتنا من معرض ديكو بيلد 2020 في دبي. طبعا عارضين الأنظمة اللي موجودة عندنا بالنسبة لأنظمة السمارت الوايرد والوايرلس. في كثير بيسألونا يعني إيش الفروقات بينهم. طبعا بالنسبة لأنظمة الوايرد الكيبلات كلها بيكون في لها ترتيب غير، يعني بيكون في عندي دي بي سمارت بنحط جنب الدي بي العادي، الكيبلات بتطلع من الدي بي العادي للدي بي السمارت، وبعدين من الدي بي السمارت بتروح تتوزع على الغرف.